بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب، طلاب الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا درس جديد من دروس مادة اللغة العربية فرع النحو، ودرسنا النهاردة بعنوان المصادر. إيه بقى المصادر؟ المصادر عندنا أنواع، منها المصدر الصريح، ومنها المصدر الميمي، ومنها المصدر الصناعي. يبقى عندي مصدر صريح، وعندي مصدر ميمي، وعندي المصدر الصناعي. أولاً المصدر الصريح. المصدر الصريح حدث مجرد من الزمن، مثل القراءة، الكتابة، دي أحداث ولكن ما فيهاش زمن. المصدر الصريح كل كلمة تصلح أن تكون مفعولاً مطلقاً. المصدر الصريح يصاغ من الفعل على اختلاف أنواعه، يصاغ من الثلاثي ومن الرباعي ومن الخماسي ومن السداسي. المصدر الصريح يكون على حسب عدد حروف فعله الماضي، يعني بعرف المصدر ده ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي ولا سداسي من حروف فعله الماضي. زي كلمة قراءة، المصدر ده مصدر ثلاثي لأن الفعل منها قرأ، وقرأ دي ثلاث حروف. المصدر يعرب حسب موقعه في الجملة. أنواع المصدر الصريح. المصدر الصريح عندي منه سماعي. السماعي الذي ليس له قاعدة، ما سمع عن العرب ملوش قاعدة، وده الثلاثي طبعا. القياسي، وده رباعي وخماسي وسداسي. يبقى المصدر الصريح نوعين، سماعي وده المصدر الثلاثي، وقياسي ده الرباعي والخماسي والسداسي. المصدر السماعي اللي هو المصدر الثلاثي، سماعي لأن أوزانه مسموعة عن العرب، أوزانه مسموعة عن الإيه؟ عن العرب، يعني العرب قالوها كده، أي ليس له قاعدة تحكمه، فالأغلب فيه الإيه؟ السماع، مع ذلك له بعض الأوزان المشهورة. أول حاجة عندنا وزن فعالة، من بقل بقالة، وصنع صناعة، وزرع زراعة، وتجر تجارة. يبقى في وزن اسمه وزن ايه؟ فعالة. طيب، وهي مصادر تدل على الحرفة، واحد حرفته الصناعة والزراعة والتجارة والحاجات دي. طيب، كلمة فعال أو وزن فعال، من أبا إباء، وجمح جماح. أبا إباء وجمح جماح، ودي مصادر تدل على الرفض، أبا إباء ده رفض. طيب، فعلان، اسمها فعلان، زي غلا غليان، ودار دوران، ودي مصادر بتدل على الاضطراب. عندي بعد كده فعلة، زي حمرة حمرة، وخضرة خضرة للألوان، ودي مصادر تدل على اللون. فعال وفعيل، زي نبح نباح، وهدر هدير، ودي مصادر بتدل على الصوت. عندي فعال، زي زكم زكام، وسعل سعال، ودي مصادر بتدل على المرض. المصدر الرباعي، وده القياسي، وده مهم جدا بقى، من هنا المصادر الرباعية أو المصادر القياسية دي مهمة جدا. عندي وزن فعل، وزن كبر. فعل تفعيل، يبقى كبر تكبير، إذا كان الفعل معتل الآخر، مثل رب تربية، مصدر وزن تفعيل هي تربية، يبقى الفعل الرباعي. لو كان مشدد الوسط اللي هو مشدد العين، زي علم تعليم، درس تدريس. طب لو هو بقى آخره علة، زي رب تربية، ونمى تنمية. طيب، لو هو على وزن فاعل، زي قاتل، هيبقى قتال ومقاتلة، يعني فعال ومفاعلة. طيب، ساهمة، أكيد مفيش سهام، هتبقى مساهمة. وشاركة مشاركة، وحاولة محاولة. طيب، أفعل، زي أكرم إكرام، يبقى أفعل إفعال، أتقن إتقان، أحسن إحسان. طيب، لو كان بقى الفعل على وزن أفعل بس برضو معتل الوسط، زي أعان، يبقى إعانة.
يبقى ايه؟ إعانة على وزن إفعلة، يبقى أعانة إعانة على وزن إفعلة. طب وفعللة اللي هو زلزلة، يإما تقول زلزال أو زلزلة، يبقى فعلال أو فعللة، يبقى وسوسة وسواس ووسوسة، دحرجة دحرجة، بعثرة بعثرة، قلقلة قلقلة. ده المصدر الرباعي. ملحوظة، المصدر الرباعي البادئ بهمزة تكون همزة قطع، فنقول إكرام، ليس إكرام بدون الهمزة. يبقى طالما لقينا المصدر فيه همزة وهمزة من تحت، يبقى ده مصدر إيه؟ رباعي. المصدر الخماسي يبدأ بـ ألف وصل أو تاء، الحرفين الوحيدين اللي بيبدأ بيهم يعني. طيب عندي تقدم زي تفعل، طبعا تقدم تقدم اللي هي تفعل، يعني تعلم تعلم. طيب تقاتل تقاتل، يعني تفاعل تفاعل. طيب تفعلل اللي هي تدحرج تدحرج، توسوس توسوس، تبعثر تبعثر. طيب الفعل افتعل اللي هو انتصر انتصار، انتقم انتقام، انكسر انكسار، انشق انشقاق، انطلق انطلاق، اخضر اخضرار، احمر احمرار، اصفر اصفرار. دي الالوان كلها هي. يبقى دي المصدر الخماسي، وطبعا المصدر الخماسي سهل، باين سهل جدا. ملحوظه، المصدر الخماسي البادئ بألف تكون ألف وصل، عكس المصدر الرباعي. يبقى الخماسي ما فيهوش همزه والرباعي فيه همزه. المصدر السداسي، مصدر السداسي يعني حاجه كده سهله وجميله. استفعل استفعال، استخرج استخراج، استقدم استقدام، استعمل استعمال. اذا كان الفعل معتل الوسط زي استعانة، هتبقى استعانة اللي هي استفعل. استعانة هتبقى ايه؟ استعانة. طيب افعلل اللي هو اطمأن، ودي طبعا تقريبا يعني الحاجة الشاذة عندنا، اطمأن اللي هو على وزن افعلل، هيبقى المصدر منه اطمئنان اللي هو افعلال. خلي بالك انا عندي افعلال، عندي ثلاثة لام ورا بعض، افعلل دول ثلاثة لام، في المصدر هتبقى اسمها افعلال. ده المصدر السداسي. ملحوظة عندنا، المصدر السداسي البادئ بألف تكون ألف ووصل، فنقول استخراج مش استخراج بالهمزة، زي ما قلنا في المصدر الخماسي. بكده نكون انتهينا من درسنا النهاردة. نشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.